لو الحكاية فيها إن فيجو انا ناخدها باكت. تعال دكتور بس باكت. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا النهارده يوم نشاط خدمه عامه طبعا لطلبه الجامعه لاصلاح ما افسدوا المفسدون، افسدوا الحائط الموجوده في الجامعه والدهانات الموجوده فيها. فده شيء نموذج ايجابيه من طلاب الجامعه، خدوا على عاتقهم ان هم يتولوا اصلاح المباني الموجوده والدهانات الجامعه وكل الاشياء المخالفه اللي كانت اللي شفتها دلوقتي على الاسوار. هم قالوا عن اصلاحها. وزي ما انت شايف الصوره عايز ابقى مجنيس يا جماعه. حتى كده هتعرفوا.